بداية اليوم مبارك لمجموعة موني أبو ظبي، توقيع اتفاقية استراتيجية لإنشاء مركز لوجستي وأيضا مركز الأغذية هنا في أوزبكستان. العلاقة التجارية بين دولة الإمارات وأوزبكستان في نمو مستمر، كان هناك نمو ممتاز العام الماضي وصل لتقريبا 22%، وصل التبادل التجاري ل 486 مليون دولار. من خلال هذه الاتفاقية بيكون هناك زخم جديد لدعم الخطط الاستراتيجية للدولة في تنويع الطرق اللوجستية اللي ياسين يشتغل عليها، وأيضا جزء من التركيز على إيجاد طرق بديلة للتغلب من التحديات اللي تواجه العالم. نقطة ثانية مهمة أن أوزبكستان من الدول المصدرة للغذاء، خاصة لدول آسيا ودول وسط آسيا، فمن خلال المشروع هذا بيكون هناك فرصة لإعادة توجيه جزء كبير من المنتجات الغذائية اللي موجودة بكثرة وبغزارة في أوزبكستان إلى دولة الإمارات والمنطقة. شراكة استراتيجية جزء من الجهود المستمرة لتوجيهات قيادتنا في تنويع علاقاتنا الاقتصادية، وأيضا العمل على إيجاد أسواق جديدة أيضا لمنتجاتنا لدخولها في هذه الأسواق، من خلال أيضا النقاش اللي صار مع دولة الرئيس وأيضا الفريق العمل معاه. هناك خطة للعمل على إيجاد والتعاون في الخطوط اللوجستية بحيث نضمن أن تجاوز التحديات التي ستواجه الخطوط اللوجستية العادية، وأيضا النظر في القطاعات الاستراتيجية الأخرى منها قطاع المالي، قطاع الرقمنة واللي هو جزء رئيسي من التحول الكبير اللي يصير في القطاع اللوجستي. فرصة كبيرة لدولة مثل أوزبكستان اللي هي تعتبر دولة مغلقة ما مش مطلع على أي بحر، ولكن هناك فرصة أيضا لبناء ميناء جاف بحيث أن ندخل إلى دول استانس من دول الشرق آسيا من أوزبكستان من خلالها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم نحن فخورين كمجموعة مواني أبو ظبي بتوقيع عدة اتفاقيات مع الجانب الأوزبكي، طبعا في عدة محاور. المحور الأول هو إنشاء شركة لوجستية مقرها أوزبكستان تخدم سوق أوزبكستان من الصادرات والواردات، وتشغل ميناء خليفة والمنطقة الصناعية كهب للمنتجات الأوزبكية سواء من واردات أو صادرات. طبعا الاتفاقية الثانية اللي وقعناها مع شركائنا في أوزبكستان إنشاء مقر رئيسي للأغذية في أوزبكستان، بيكون مكمل للفود هاب اللي نحن سويناه في كيزاد. طبعا هاي شركات استراتيجية وتعكس رؤية قيادة دولة الإمارات في مد أواصر التعاون مع دول سنترال إيشيا ومن ضمنها طبعا أوزبكستان. طبعا أوزبكستان لها طابع جيوغرافي معين، هي تعتبر دولة مش مطلة على البحر، تفصل بينها وبين البحر دولتين، لذلك الحلول اللوجستية والحلول الرقمية جدا مهمة لخدمة هذا القطاع. طبعا في البداية شكلنا شركة بيننا وبين شركائنا في أوزبكستان، شركة لوجستية تخدم القطارات الدراي بورت المواني الجافة. بنستثمر في 4 مواني جافة تخدم جميع جوانب أوزبكستان، وبنستثمر إن شاء الله بالشراكة مع شركائنا في أوزبكستان كل الكارغو اللي في مطار سمرقند. اليوم حضرنا توقيع اتفاقية ثنائية بين مجموعة مواني أبوظبي وكذلك شركة إيريال في أوزبكستان. طبعا تأتي هذه الاتفاقيات تحت العلاقات المتميزة اللي تربط جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات. الفترة الأخيرة زاد التبادل التجاري بيننا وبين جمهورية أوزبكستان، وهذا الحمد لله مؤشر ممتاز لحسن العلاقة وطيب العلاقة بيننا وبين جمهورية أوزبكستان. تشهد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان تطور مستمر، من مثلها أن العلاقة في تطوير العمل الإداري في أوزبكستان بمساعدة ودعم من دولة الإمارات ونقل المعرفة بين البلدين، بين الإمارات وأوزبكستان وأوزبكستان إلى الإمارات. هذا يأتي
الفترة الأخيرة بتميز كبير بيننا وبينهم، والحمد لله يعني حتى نتائج هذه المبادرات وهذه العلاقات آتت ثمارها. وفي الفترة الأخيرة تم توقيع أو إطلاق مليون مبرمج، والنتيجة استوت إلى 2.5 مليون شاركوا في هذا البرنامج وفازوا في هذا البرنامج من مليون.